مش هنبعد كتير برضو عن دراما رمضان، انما هنروح الى مسلسل العمده. ده مسلسل من المسلسلات اللي فيه رهان كبير عليه الحقيقه في الموسم الرمضاني. المسلسل تاليف واخراج محمد سامي، وشارك فيه السيناريو والحوار مهاب طارق. مسلسل انتاج ميديا هاب سعدي جوهر، وبطوله النجم محمد رمضان وزينه ومي كساب وهالة صدقي وايمان العاصي ومنه فضالي واحمد داش وبيومي فؤاد وفريده سيف النصر. المسلسل فيه كده حبكه ليها علاقه بتعدد الزوجات، وجعفر العمده بيتجوز كذا مره. اولى هذه الزيجات ثريا النجمه مي كساب اللي معانا على الهاتف. يا ثريا مساء الفل. مساء الفل يا رامي، عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ طمنيني عليك. كلنا بص ده كل لسه انا اولا هقول ده قبل انتوا ما التصوير نتكلم في اي حاجه والله ميرسي ان انتوا سمعتوني شويه صوت مدام يسرى، ببوسها قدام الناس كلها يا رب تبقى لسه سامعه، وحشتني قوي وهي وش خير وسعد على كل الناس، وربنا الف سلامه عليها وربنا يقومها بالسلامه يا يا رب. رب يا رب ان شاء الله. طب دي كحه عابره اللي عندك ولا في ايه؟ طيب لا طمنينا. كان في دور، كان في دور، الدور مش عايز يسيبنا والله، الله حاجة صعبة الحمد لله والشكر لله على كل ربنا حاجة. يحفظكم جميعا يا رب. طيب يعني هل منطقي ان ثريا ترضى ان جعفر يتجوز الثانية والثالثة والرابعة؟ بص ثريا طيبة جدا ومن بيئة بسيطة قوي، وجعفر العمدة ده بالنسبة لها حاجة كبيرة قوي، يعني حلم حياتها من وهم صغيرين في السيدة زينب جعفر العمدة، فإحنا هنشوف مع الأحداث هي ليه وافقت وليه فضلت مستسلمة، لأن هي مفيش بإيدها حاجة، يعني هي من أطيب الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك ومستسلمة قوي، بس يعني ما بس تقلقش حلو برضو ان انتوا كضرائر ما شاء الله متصورين صور حلوة مع بعض في اللوكيشن. لا الحمد لله والشكر لله، بجد احنا نروح بينا كويسة جدا الحمد جدا، لله. ألف حمد وشكر لله، واحنا كلنا كنا حريصين ان الروح دي تبقى موجوده. هو دايما الناس بتقلق من ان ستات كتير مع بعض بتقول لك دول هيولعوا في بعض، فلا الحمد لله الصراحه، يعني لا اللوكيشن هادي وكلنا بنحب بعض، لان كل واحد بصراحه ساتسفايد جدا بدوره، الحمد لله. لان الورق عادل بشكل مش طبيعي، وكل واحده فينا وكل واحد من اكبر دور واخد لاصغر مساحته. دور عنده ماستر سينز كتيره وعنده تطورات فظيعه في دوره واحداث كتيره في دوره، فما فيش مجال ان حد يبقى مثلا متضايق او حاسس ان فلان احسن منه شويه، او لا في لا عدل رهيب في الورق. يا رب ما حد يبقى متضايق وكلكم تبقوا مبسوطين، لانه الحاله الجميله اللي بتبقى في الكواليس دي اللي بتطلع دايما في كل عمل والناس بتحس بيها يعني. طبعا الحمد لله. الحمد لله. فضلكم كتير في التصوير؟ انا كمي فاضل لي 3 ايام تصوير ان شاء الله، هاني والمسلسل كله فاضل له 12 يوم باذن الله ونخلص، لان احنا بادئين بدري، احنا كمان كده متاخرين شويه. يعني هتقضوا رمضان طبيعيين ان شاء الله. جدا، لان اصلا الحمد استاذ لله. محمد سامي على فكره من المخرجين اللي ضد تماما فكره ان انت تقعد لحد اخر وقت تكمل بتصور تصوير وكده. وانت في رمضان، يعني هو شايف ان ده حاجه غلط تماما يعني، صح. فهو عايز ياخد وقته بقى في المكساج والمونتاج والحاجات دي، ف احنا كده كمان عطلناه طبعا، لان كلنا بنبقى عندنا ارتباطات بحاجات تانية، فالموضوع بيبقى صعب، بس انا فعلا يعني بوعد الناس بمسلسل مختلف تماما. انا مبسوطه جدا من تجربتي مع محمد سامي، لانه من المخرجين اللي بيحبوا الممثل بشكل مش طبيعي صحيح، بجد، بيطلع منهم طاقة قوية. بيفضل قاعد للممثل على الحرف، يعني انا استفدت جدا 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 منه، ما ينفعش ادخل اصور مشهد الا ما هو يقراه الاول قبلينا بجد، وكلنا بصراحه هتشوفونا مختلفين تماما، لان هو أكيد فعلا شغلته الاولى والاخيره الممثل، صح، بيطلع أحسن فاي حاجة من كل ممثل اللي يعني معاه. احنا محظوظين بيه بصراحه. يلا كل توفيق ليكم ان شاء الله، وباذن الله هاني تخلصوا قريب وكلنا نستمتع بمسلسل عمده في رمضان ان شاء الله. يا رب يا رم يا رب، كل سنه وانت طيبه. وانت بألف صحة وسلامة. ربنا شكرا يخليك يا جدا، مان، بشكرك الله شكرا يخليك. جزيلا. النجمه مي كساب.